القلوب وقت يدي كتابك في القلوب شو حنا هادشي اللي كنظنوا انا اذن واطراف بغيك بان العشاب اللي في الناظور مثلا الاعشاب اللي في الناظور يقول لي متى تصلح العشاب اللي في مكناس نقول له متى تصلح العشاب اللي في طاطا ولا دومين يقول لي متى تصلح وكنوليو حنا الحمد لله كلنا يد واحده نعرفوا الاعشاب الحاره اليابسه الاعشاب البارده الرطبه ماشي غير نجيو نخلقو نعطيو هادشي اللي كان نظنو كان اللي كيجي بالزعتر فايت عليها نجي قلت بالزعتر ما قال لي والو ما كيولي سام ما كيعرفش ما بقاش كتقطف ما عرفش بان كان العشب اللي هي طبيه هادشي اللي كنقول لهم حنايا كيبقاو يقولوا لنا التفاجه الاعشاب السامه كنعرفو بانهم سداج هاد شحال البرامج في الابتداع ولا سداج وما فيهمش الاميين فاش يقول لك الاعشاب السامه كنعرفو لا شيء ما فيهش لا يفقهوا شيئا لانك كاين اللي كيفقه شي شويه يقول لك مثلا غير مرجولين يعني ما تدوش عشبه هرمونيه نسائيه 100% المراه اللي كتشرب ما تدوش طول السنه عمرها ما غادي تجيها شي الاف سرطان ديال الرحم خصها تعرف هذا ولكن هذا ما تدوش هذا العشبه الوحيده الى ميلونجتها مع عشبه اخرى كتولي سامه هذه ما كيعرفوهاش كون يقولوا هكذا غادي نقولوا هاد الناس اللي كيديروا البرامج قارين تبارك الله ولكن ما قارين والو قارين غير هضره خاويه غنبقى نقولوا بحال هذا قارين جنان ما كاينش شي مثلا مغربي قالوا داروا قالوا حنا ديما كنقولوا قالوا حنا خصنا نديروا وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسول والمؤمنون حنا بغينا قالوا جمال تحيد داروا جمال دار فلان دار كذا